باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح أعزائي مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين. حلقتنا اليوم بعنوان قد تركت الإسلام، وهو اختبار الشيخ أحمد القيسي. هو شيخ مسلم من الطائفة السنية على مذهب الإمام الشافعي، ملتزم دينيا، وكان يعمل في رئاسة ديوان الوقف السني، وكانت درجته الوظيفية هي سكرتير مدير عام دائرة الإدارة المالية في الوقف السني، وقد ذهب إلى الحج أي إلى مكة كي يحج، وهو مشرف إداري، حيث هذا كانت أحد مهام الإدارية، وكان عمل الشيخ على تواصل مباشر مع جميع الأئمة والخطباء وكبار شخصيات رجال الدين وعلماء الدين الإسلامي والفقه الإسلامي في العراق، والدرجة الدينية حجي أو شيخ. وقد بدأت الأحداث مع الشيخ أحمد بعد سقوط بغداد، بدأت تعاملات الرب معه، وكانت حماية الله له من الشر والموت عدة مرات. خلونا نتشارك ونشوف مع بعض ونتبارك مع اختبار أخونا الشيخ أحمد القيسي. سلام المسيح أخونا الشيخ أحمد، اتفضل اتكلم عن اختبارك. سلام المسيح أخوتي مستمعين ومشاهدي قناة الحياة الكريمة، والأخص برنامج أبناء الرافدين اللي قدم الأخ العزيز على قلوبنا جميعا، الأخ القس بشار حداد. أنا أخوكم أحمد القيسي من العراق، من مواليد مدينة بغداد. حاب اليوم أشارككم قسم صغير من اختبارات الرب في حياتي وحياتي الخاصة. أنا مسلم سابق، كنت أعمل في رئاسة ديوان الوقف السنية في العراق، في بغداد تحديدا. هذه الدائرة هي تهتم في شؤون ورعاية المساجد والمعاهد والكليات الإسلامية السنية، وتخرج من خلالها أئمة وخطباء يقودون الأمة الإسلامية في العراق. حقيقة أنا بدأت اختبارات الرب يسوع المسيح في حياتي بعد أحداث دخول القوات الأمريكية للعراق سنة 2003، ولكن خلني نرجع شوية قبل هذه الأحداث. الحقيقة أنه أغلب المسلمين بل أكثرهم أنه يولدون بالفطرة هم مسلمين، ما عندهم أي سلطة ولا أي رغبة ولا أي اختيار أنه يصير هو مسلم سني شيعي يختار عقيدته أو مذهبه. نحن ولدنا مسلمين من خلال أهلنا، هذا الاختيار اختاروا أن، وكذلك أهلنا همينا. سنة 2003 تعرضت لثلاث أحداث، من سنة 2003 ثلاث أحداث مهمة جدا في حياتي غيرت مسار تفكيري وحياتي. الحدث الأول، كنت يوم من الأيام سنة 2003 كنت راجع من أحد المحافظات القريبة من بغداد، راجع إلى بغداد، كنت راكب في سيارة أجرة، كانت سيارة تمشي في سرعة 150-160 كيلومتر في الساعة، وتعرضنا لحادث مميت من قبل، كانت السيارة خارجة عن الروت الأمريكي واصطدمنا بها وانقلبت السيارة، والسيارة تمزقت انتهت تقريبا، وتوفوا ثلاثة من الأشخاص اللي كانت رافعين بالسيارة، وبقينا أنا وشخص ربطانا وأكرمنا أعطانا حياة ونفس جديد. أنا فقدت الوعي في هذه الأثناء، ولكن بعدها أنه صحيت انتبهت أنه جنود أمريكان طلعونا من السيارة بصعوبة ونقلونا بالطائرة إلى أحد المستشفيات الأمريكية في بغداد، وقدمونا الرعاية الطبية اللازمة الكريمة، ومن بعدها رجعت على البيت. في سنة 2006 العراق كان تعصف بحرب أهلية بين السنة والشيعة، وفي ذلك الوقت في مثل حالتي أنا مواطن سني وأعمل في الوقف السني، مستحيل أنه ينخطف ويرجع، ينقتل وينرمي في أحد شوارع بغداد أو في المستشفيات والطب العدلي. فانخطفت في ذلك الحين في 2006، وتعرضت للتعذيب والإهانة والشتيمة وأصعب أنواع آلات التعذيب استخدموها معي، وأكثر من مرة أنه أفقد الوعي، ولكن من بعدها ما حسيت. فتحت عيني لقيت نفسي في أحد ضواحي بغداد مرمي على الأزبال، وأجي شخص كريم صاحب سيارة أجرة نقلني، حملني السيارة ونقلني إلى البيت. سنة 2008 كنت أنا في سوريا راجع إلى العراق مرورا في محافظة الأنبار، وفي ذات السنة كانت مسيطر عليها القوات من تنظيم القاعدة الإسلامي،
وأنا كنت راكب في الباص توجهت لنا بعض السيارات المحملة بالمسلحين استوقفتنا، وصعد اختياري أنه يختار بالأشخاص من الباص وأنا من ضمنهم، فبدأ القتل والرمي المباشر بالشارع، وأنا كنت أنتظر السيارة مالتي. الشخص نفسه نزلني قال لي ارجع للباص اصعد، وأنا ما صدقت أنه الرب أكرمني بحياة جديدة. صعدت بالباص وأنظر إلى عين الشخص اللي قال لي اصعد، أشوف قوة عجيبة أنه مسكته حتى أنه لينزلني مرة ثانية، وانطلقت السيارة إلى بغداد. هذه الأحداث صعبة جدا في حياتي، وتأذيت بيها وتألمت كثير. وأي شخص أسولف له هذا الموضوع يعتبر أنه كان فيلم هذا أو شيء من الخيال، أنه شخص يمر بهذه الأحداث الرب يكرمه بحياة جديدة. في نفس السنة عندي أحد أقربائي كان رجل سيء، يشرب الخمور، يزني، يسرق، يعتدي على أهله، على المجتمع بصورة عامة. كان رجل وجوده في المجتمع هو وجود سيء. هو عنده لغة إنجليزية جيدة، فعمل في هذه السنة مع القوات الأمريكية كمترجم. وبعد فترة كنت أسمع من أهله أنه الشخص هذا استحسن وعدل من نفسه كثير، فعجبني أنه ألتقي به. التقيت به فشفت التغيير حقيقة، وسألته شنو الشيء اللي غيرك؟ قال لي غيرني هو يسوع المسيح. قلت له سوى لك يسوع المسيح؟ قال لي خلاني أنه أترك السرقة هو يسوع المسيح، خلاني أنه أنظر كل النساء هن أخوات إلي هو يسوع المسيح، خلاني أنه أرعى أهلي واحتضنهم هو يسوع المسيح، خلاني أنه أحبك وأتكلم معك هو يسوع المسيح. حقيقة هذا كلام كبير وتغيير كبير، ولكن ما كنت مهتم بصورة جدية. وبعد فترة التقيت به، وهذا الشخص سألني مباشرة، قال لي أحمد أنت بعد الموت وين تروح؟ فأنا كنت ذكي سألت هذا السؤال أنا. قلت له أنت وين تروح؟ قال لي أنا عندي جارنتي أن أكون من السماء مع الله مع يسوع. وقرأ آية من الإنجيل، من إنجيل يوحنا صح 11 آية 25، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. هللويا لاسم الرب. حقيقة من بعدها صار عندي شكوك كثيرة، قمت أبحث عن المسيحية. يوم من الأيام في صلاة الجمعة سألت أحد المشايخ كانوا قائدين خطبة الجمعة، بعد الصلاة سألته، قلت له، هو طبعا شخص دكتوراه عنده بالفقه وعلوم القرآن وحاج مكة 11 أو 12 مرة، فعنده معلومات كافية أنه يقدر يعطيني جواب. كنت أظن سألته سؤال، قلت له شيخنا بعد ما نموت وين نروح؟ قال لي يا ابني الله أعلم. بعد أنا الإنسان البسيط أنا أعلم. حقيقة هذه أحداث تستوقفنا. الرب أكرمنا، أعطانا عقل لكي ما نفكر بصورة صحيحة، كي ما نعرف الظلمة من النور، كي ما نعرف الحق من الباطل. كنت أبحث عن المسيحية، وفي سنة 2011 أخذت عائلتي وهاجرت إلى تركيا. وهناك كان يعني رجلي أخذتني على أقرب كنيسة على البيت، لقيت شخص واقف للباب. كان يوم خدمة، أنا ما أعرف الوقت ولكن الرب قادني للموضوع. لقيت الأخ العزيز على قلوبنا، الأخ قصب الشرح الداد، وآمنت معه، وكان يوم أجمل يوم في حياتي. من هذه الأحداث بديت أشوف إنجازات ومباركة الرب في حياتي، وكملت المسيرة في المسيحية، وشفت الراحة والاطمئنان. أول هدية الرب بعد إيماني بالرب يسوع المسيح أعطاني عائلة، أعطاني عائلتي، وحسيت أنه عندي عائلة كريمة ومباركة. أشكر الرب من أجلهم كثير. أوجه رسالتي لكل أخ مسلم جرد من كل فكر إسلامي أو مسيحي، خلي عقلك وركز، انت ليش خلقت على هذه الارض؟
بالفكر الإسلامي أنه المسلم الله يبين أنه بالإسلام أنه الله غاضب، حروب، أمراض، شخص يقتل شخص من أجل الجهاد وحور العين والأنهر من الخمر. في المسيحية احنا عندنا حياة أبدية، أن نكون ملائكة في السماء نسبح للرب، نشكر الرب، نساء، رجال، أطفال، شيوخ، ما عندنا أنهر من الخمر، ما عندنا نساء، ما عندنا زنا. حقيقة هاي رسالتي لكل مسلم، أنه أقرأ الكتاب المقدس وأعرف الرب خلقك لأنه يحبك. الرب من خلقك إلى قصد كريم معك، وليس خلقك أنه تعبد 5 أوقات باليوم، تذبح ذبائح أو تنطي صدقة حتى تسد كل أخطائك. إحنا بالمسيحية ما عندنا ذبائح، ما عندنا صدقة حتى تشيل خطيئتي. الخطيئة تنشال أنه تعترف للرب وتكون علاقة شخصية روحية معه، هي هذه المسيحية. الرب تواضع، نزل على الأرض من أجلنا لكي ما يوصل لنا رسالة، رسالة المحبة الموجودة في الكتاب المقدس. الله محبة، الكتاب الوحيد على هذه الأرض يقول الله محبة هو الكتاب المقدس. الله الكتاب الوحيد في هذه الأرض يعطيك حياة أبدية هو الكتاب المقدس. تحياتي لكل أخواني يشاهدوني ومتابعوني. أنا أحبكم كثير، وأتمنى أن هذا العالم يخلص، هذا العالم يخلص من الخطيئة. أنا سعيد جدا أن أكون أحد أعضاء جسد المسيح، وسعيد جدا أن أتكلم معاكم. الرب يبارككم ويبارك كل مستمعين ومشاهدي قناة الحياة، والأخص برنامج أبناء الرافدين. تحيات من القلب للأخ العزيز المبارك القس بشار حداد. أشوفكم في لقاء ثاني. سلام ونعمة الرب معكم، مع السلامة. بعد ما تباركنا في اختبار أخونا الشيخ أحمد القيسي، خلونا مع بعض نتشارك في رسالة فيليبي إصحاح 2 وعدد 10 إلى عدد 11. لكي يجتثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وهذا ما يحدث أحبائي في المسيح، كل ركبة تجثو باسم المسيح وكل لسان يعترف بالمسيح هو رب الأرباب وملك الملوك. رسالة إلى كل من يؤمن في المسيح، لتكن أنظاركم على المسيح وشخص المسيح. تقدموا إلى الأمام ولا تنظروا إلى الخلف، كما قال الرب يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 62. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء، يصلح لملكوت الله. لديكم سلطان المسيح، أنتم أبناء ولستم عبيد، نحن أبناء في المسيح، كما هو مكتوب في إنجيل يوحنا إصحاح 1 وعدد 12. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. لا يوجد وصف لفرح المسيح وخلاص المسيح، كما هو مكتوب في سفر أشعياء إصحاح 61 وعدد 10. فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأن قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، ومثل عريس يتزين بعمامة، مثل عروس تتزين بحليها. أحبائي في الرب افرحوا، الرب أعطانا ثياب جديدة، ثياب الخلاص ورداء البر. تشجعوا يا إخواني وأخوتي في المسيح، كونوا أقوياء وتمسكوا بالمسيح. المسيح هو قوتنا، المسيح قد اختارنا كي نكون شهود له وأبناء. شيخ أحمد، الرب يباركك، الرب يبارك كل من يأتي إلى المسيح، ونصلي من أجل الشيخ أحمد، ونصلي من أجل أخواننا الآخرين الذين لا يعرفون المسيح، ومن أجل كل ضال ومسكين وكل شخص حزين، والمرضى الرب يشفيهم، والمحتاجين يسدد احتياجهم، وكل اللاجئين الرب يعينهم ويرعاهم. أشكرك شيخ أحمد لمشاركتك، وأشكر كل من متابعينا، وأطلب أن تشاركونا وتشاركوا آخرين. خلونا نتشارك مع بعض ونكون رسالة المسيح لكل من يرانا، ونكون نور وملح على هذه الأرض. سلام الرب معكم أعزائي مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.